أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من حديث الأخبار. أنا شادي شاش وحكون معاكم على مدار ساعة نناقش من خلالها عدد من أهم وأبرز القصص الإخبارية، بالإضافة إلى فقرتنا الرئيسية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل وقراءة شاملة في تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. ولكن نبدأ بأهم أخبار هذا اليوم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية. جاء هذا خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير النقل. المزيد من التفاصيل بينضم إلينا الدكتور محمد الشوات، في أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقا. أهلا بك دكتور، كيف ترى توجيه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية لتشجيع طبعا تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير؟ هو ده يا فندم، تحياتي لسيادة الساده المشاهدين. ده بيجي في استكمال لجهود الدولة في اللي بدأتها خلال السنوات السابقة في مجال تطوير الصناعة وتوطين الصناعة ودمج الاقتصاد المصري ضمن الاقتصاديات العالمية والاستفادة من البنية التحتية اللي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية. لأن الدولة الحقيقة قامت ببنية تحتية من الطرق والمواني، وهذه الطرق والمواني كانت مستهدف منها أنها تربط مصر اقتصاديا بالدول الأخرى وتعمل على زيادة دعم التجارة البينية ما بين مصر وجارتها العرب وأوروبا، وفي نفس الوقت كمان دعم استراتيجية التوطين الصناعة اللي هي جاية عشان توطن الصناعة عشان تقدر تقلل الفجوة الاستيرادية وفي نفس الوقت تكون مركزا للتصدير وكمان تقدر تستقبل الواردات. ممتاز جدا، يعني من هنا تأتي هذه الأهمية لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة الحقيقة عشان تربط مناطق الإنتاج بالموانئ المصرية. وعليه هنا جاء النهاردة توجيه فخامة رئيس الجمهورية على أساس تطوير موانئ محلية عشان تصبح مشابهة أو منافسة للموانئ العالمية، كمان زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير نظم الإدارة ونظم تكنولوجيا المعلومات اللي فيها، وكذلك التوسع في الأماكن أو المناطق اللوجستية، وكمان نقدر تعمل تكامل بين الموانئ مما يسمح لنقل السلع والخدمات من المصانع أو مراكز التصنيع إلى الخارج، وكذلك كمان يقدر نستقبل الواردات وتنتقل بسهولة ويسر. هذا أدى إلى أن لابد أن يكون هناك شبكة متكاملة من النقل والشحن، النقل الجوي والنقل البري والنقل البحري، والحقيقة هناك جهود موجودة. في نفس الوقت كمان لازم يكون هناك، مصر النهاردة باعتبار أنها أصبحت بتدعم نفسها من خلال سنوات سابقة من خلال أنها تكون مركز لوجستي في الطاقة ومركز لوجستي في الغاز، فكمان تقدر تكون مركز لوجستي كبير في مجال صناعة الترانزيت أو في مجال الترانزيت بالنسبة للسلع الأخرى دي. كيف تساهم تجارة الترانزيت في دفع النمو الاقتصادي يا دكتور؟ الحقيقة طبعا مصر النهاردة موقعها هايل جدا، والظروف الأمنية والظروف السياسية والظروف الموجودة في العالم بتدعو مصر نتيجة موقعها ونتيجة أنها علاقتها الوفيدة والجيدة ما بين الدول الأخرى. من هنا تقدر مصر أنها تستقبل مثلا صناعات أو تجارة من الصين وتعمل فيها ترانزيت ترجع تصدرها مرة أخرى، وفي نفس الوقت ده بيعتبر تشغيل رأس المال العامل وفي نفس الوقت تشغيل العمالة، ونقدر من خلاله أن احنا تكون هناك مراكز توطين تكامل مع مراكز توطين الصناعة والمجمعات الصناعية وبخاصة في المنطقة حول قناة السويس عشان تقدر في نفس مرة تانية تقدر تتنقل إلى دول أخرى، مما يفيد الدولة المصرية ويحقق إيرادات وبالتالي يوفر نقد أجنبي. هذا من ناحية. الناحية الثانية الحقيقة طبعا ما ننساش أن هناك جهود تنموية في داخل الدولة المصرية على أساس دعم الصادرات، وأن الدولة تستهدف زيادة دعم الصادرات، ومن هنا
كمان بتستهدف، ما احنا بنستهدف زياده صادرات ب 100 مليار دولار يا دكتور. بتستهدف 100 مليار دولار، وفي نفس الوقت كمان انها بتستهدف انه يكون في استثمار اجنبي ودعم القطاع الخاص. كل دي بتقول لنا عشان اقدر اعمل ده لازم يكون هناك تهيئه ظروف مواتيه علشان القطاع الخاص يقدر يخش في الانتاج والمستثمر الاجنبي يجي يخش في الانتاج. كل ده مش هيقدر من غير ان انا يكون هناك عندي مواني وعندي طرق وعندي تطوير في نظم الاداره وعندي تطوير في نظم التكنولوجيا المعلومات. وكمان ما ننساش ان احنا كمان تطوير نظم السياسات الماليه والسياسات النقديه وما اتخذته الدوله في الفتره الاخيره. كل ده بيقول لنا ايه؟ ان الدوله النهارده في ضوء الازمه العالميه الطاحنه بتهيئ نفسها على انها تعمل محل احلال محل واردات ويكون عندها انتاج. وبالتالي احنا شايفين النهارده حتى في افتتاحات دوله الرئيس وافتتاحات رئيس الجمهوريه كلهم الاثنين دايما كل يوم على الانتاج. معنى كده ان الدوله ادركت النهارده ان الانتاج هو اللغه الاساسيه والداله الاساسيه، وعليه عشان يكون هناك انتاج لازم يكون هناك مواني، لازم يكون هناك طرق، لازم يكون هناك بنيه تحتيه، لازم يكون هناك تيسيرات جمركيه، لازم يكون هناك كمان تطوير في نظم الاداره، وكذلك لازم يكون هناك مواني تقدر، لان المواني ديت هتبقى الشريان اللي يقدر يخليني انفتح على العالم الاخر اخد منه واديله. ليه؟ لان الاقتصاد الحر او التنافسيه بتاخد من الناس وتديها، وهنا الدوله المصريه طالما حررت عملتها وحررت اقتصادها فلا بد ان تندمج في هذا الاقتصاد، وعليه يكون الشريان الاساسي في هذه الحاله هو المناطق اللوجستيه ودعم اللوجستيات والنقل وكده. ولا ما ننساش كمان ان احنا النهارده العالم كان بنعاني من اللوجستيات، وان احد مشاكل العالم متوثقه في اللوجستيات. فعشان هنا انا لما اجي اعمل اطور اللوجستيات معناها ان انا في هذه الحاله بعمل بكون مصر منطقه نقطه انطلاق ما بين الصين واوروبا وما بين افريقيا واوروبا وما بين اوروبا وافريقيا. كل ده تهيئه للاقتصاد الوطني عشان يقدر ينطلق، لان احنا الحقيقه كان خلال ال 20 سنه اللي فاتوا كان هناك مشاكل لدينا في الاقتصاد، مشاكل لدينا في اللوجستيات، مشاكل لدينا في المواني، والدوله صرفت على هذا الامر كبير جدا. الدوله صرفت اكثر من 6 تريليون جنيه صحيح. على هذه الاشياء صحيح. ولابد النهارده ان انا احسنها واستهدفها عشان استفيد بيها واقدر استفيد من اقتصادات العالم. عشان كده النهارده اعتقد ان هذه التوجيهات اعتقد ان الدوله المصريه قادره، وان هذه التوجيهات ستتم وستنفذ، لان البنيه التحتيه التكنولوجيه اصبحت متوفره، المواني متوفره النهارده، وما علينا الا ادارتها واستغلالها. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي، استاذ الاستثمار واداره الاعمال، عميد كليه التجاره جامعه الزقازيق سابقا. بينضم الينا الان ايضا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. اهلا بك دكتور عمرو، وتحدثنا يعني عن هذه التوجيهات من الرئيس السيسي للحكومه باعداد حزمه متكامله من الحوافز والاعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعيه واللوجستيه في مصر. تفضل. تحياتي لحضرتك يا استاذ شادي والساده المشاهدين. وفي الحقيقه احنا بنتكلم عن نقلة نوعية في فكر المناطق اللوجستية في هذا الخبر، وهي فكرة خط سكة حديد طابة العريش. أيوة. نحن نتحدث عن أمر في غاية الأهمية، وهو تجارة الترانزيت في العالم، رغم أن مصر موقعها الجغرافي وموقعها الجيوسياسي بيتيح لها أن تكون مركز لتجارة الترانزيت عالميا، الربط ما بين دول الخليج ودول أوروبا هو أمر في غاية الأهمية. ومع الأسف لم يكن لدينا استراتيجية واضحة لتجارة الترانزيت، ولم يكن لدينا استراتيجية لتنمية سيناء بهذه القدرة الموجودة الآن والإرادة السياسية القوية، سواء المتمثلة في إقرار الأمن الغير لمدة 10 سنين عن سيناء، وبهذا الحجم من المشروعات التنموية الهامة. وبالتالي وجود
مشروع زي مشروع سكة حديد طابة العريش مع وجود تطوير للموانئ الموجودة في شرق بورسعيد والموانئ الموجودة الآن على شبه جزيرة سيناء، هو أمر في غاية الأهمية بشكل هام جدا. الجزء الثاني من لقاء يعني، ولهذا هناك هذه التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية يا دكتور. بالضبط، التي أصبحت موجودة بالفعل. البنية الأساسية دايما إذا لم تعظم الاستفادة منها ويربط ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تتحول إلى ما نسميه الأفيال البيضاء، حجم استثمارات ضخم جدا ويكون بلا عائد أو مردود مالي، وده يثقل الدول النامية. ولذلك وجود مواني يتم التعامل فيها من خلال شركات القطاع الخاص ومن خلال الاستثمار الأجنبي بالنظام الاي او تي، وجود محاور لوجستية وأفكار جديدة للتجارة العالمية من أهمها فكرة تجارة الترانزيت التي تعتمد على التصدير الاستيراد ثم إعادة التصدير أو مرور البضائع السريعة على الأراضي المصرية، ثم وجود على هذه المحاور أيضا خدمات لوجستية، ثم في مرحلة لاحقة سيكون هناك خدمات إنتاجية وقيمة مضافة تتم من خلال إعادة التصدير، ما يبقاش الموضوع تجارة ترانزيت بس. هو أمر هام جدا 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 للدولة المصرية. الأمر الثاني الهام على مستوى الجمهورية، إذا بعدنا عن مشروع المحور اللوجستي الجديد في شبه جزيرة سيناء، هي فكرة أن المحاور اللوجستية هي فرصة لتقليل تكلفة الإنتاج، وجود إعادة النظر في شبكة السكك الحديدية المصرية بحيث أن يتم نقل البضائع اللي معظمه دلوقتي بيتم من خلال النقل البري، الطرق اللي بيمثل أحمال على الطرق بتؤدي إلى انخفاض جودتها، بيؤدي إلى حوادث، بيؤدي إلى ارتفاع في التكلفة من خلال استخدام المشتقات البترولية اللي بتقوم اللي بتستخدمها العربيات في النقل، إلى وجود نقل للبضائع من أقصى الصعيد إلى شمال مصر وباقي أنحاء الجمهورية، وأمر في غاية الأهمية لأن وجود شبكة نقل قوية ووجود خدمات لوجستية ومحاور لوجستية في الدولة بيعني انخفاض تكاليف النقل، وده أمر في غاية الأهمية بالذات للسلع الغذائية وباقي السلع الأخرى اللي بيستخدمها المواطن المصري. ممتاز للغاية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان. أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة بتثمين قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، و تطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة. وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة بتعاون مع لجنة العفو الرئاسي والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا في أقرب وقت ممكن. وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.
نتحول للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة. بتواصل الدولة جهدها في تقديم خدمات صحية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية المتنوعة، واللي منها بالطبع مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية واللي بيتم تقديمها بالمجان. معنا على الهاتف الدكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وخبير النظم الصحية. أهلا بيك دكتور، واتكلمنا عن أهمية هذه المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال، دورها من الحد في انتشار هذه الأمراض. بخير يا أستاذ شادي، بخير على جميع السادة المشاهدين. يمكن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية دي من الحاجات العظيمه جدا اللي كان بيها فخامة الرئيس الفتره اللي فاتت، ان احنا نقدر ان احنا نوقف الامراض الوراثيه دي بدري جدا من اول ما الطفل بيتولد على طول. يمكن الامراض دي بالذات هي المسؤوله بعد كده ان هي تعمل الاعاقات لا قدر الله، او تعمل انواع معينه من الانيميا اللي بتاثر على نمو الطفل. واول ما الطفل بيتولد على طول يبدا تاخد بس عينه من الكعب بتاعه وتتحلل في المعامل اللي هو جبش سنسيه ومركز مصر للتحكم والسيطرة على الامراض، وتقدر تشوف ال 19 مرض الموجودين دول هل عنده ولا لا، عشان بعد كده يبدا ياخد العلاجات اللازمه. يمكن دي من الحاجات اللي فعلا ان شاء الله يعني متفائلين خير انها تقلل نسبه وجود الاعاقات لفتره كبيره جدا الفتره. يعني ما هي هذه الامراض الوراثيه يا دكتور؟ يعني عندنا قصور الغده الدرقيه الخلقي على سبيل المثال، الحاجات وانيميا الفول غالبا في الامراض الغدد عامه دي رقم واحد. طبعا الانيميات يعني هم دول اكثر حاجتين ليهم علاقه بالنمو الطفل والبنيه بتاعه الطفل بحد ذاتها، فطبعا دي من الامراض اللي بعد لو كملت بيبقى العلاج بتاعها صعب جدا، وفرق كبير جدا ان انا اقدر احددها من بدري واقدر اتعامل معاها واخد العلاج اللازم علشان خاطر كمان ندي التوعيه للاهل يتعاملوا مع الطفل ازاي، لان غالبا بتكون مشكله الطفل ده ان الاهل التشخيص بيبقى متاخر جدا، والاهل فعلا ما بيبقوش عارفين يتعاملوا معاه من الاول ازاي عشان الموضوع ما يزيدش. يعني عندما نكشف مبكرا عن هذه الامراض الوراثيه من الممكن ان احنا نلحق هذه الامراض قبل ما تتفاقم يعني. بالظبط يا استاذ شادي، بالظبط كده. طيب دكتور، تكلمني بشكل يعني عام مش بس عن هذه المبادرة، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال، ولكن كل المبادرات التي اندرجت تحت شعار 100 مليون صحة، ما الذي فعلته في قطاع الصحة في مصر؟ لا طبعا تغيير كبير جدا بيشهده قطاع الصحة واهتمام كبير جدا. ويمكن لو مسكنا الأطفال بس، بما إن احنا بنتكلم على الأطفال في الأمراض الوراثية هنتكلم على المبادرات اللي بتعملوها في المدارس، سواء من الكشف عن الفيروسات الكبدية. بس طبعا الأطفال اللي كانت وقت 100 مليون صحة ما كانوش في السن اللي يخليهم يحللوا، فطبعا بيتعمل لهم دلوقتي فحوصات الفيروسات الكبدية، بيتعمل لهم فحوصات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية والكلام ده كله، بحيث إن هو يبدأوا يتحسن البنية بتاعتهم. بيتعمل لهم كمان فحوصات على الأذن، على السمع، لو حد من الأطفال محتاج سماعات، على الرؤية محتاج نظارات والكلام ده كله. فده طبعا اهتمام كبير جدا بالأطفال بكل مراحل نموهم، يعني من أول ما شفنا أول ما اتولدوا لحد ما يبدأوا يخشوا الدراسة. وبعد ذلك طبعا في مبادرات كتير جدا يمكن غيرت الممارسه، زي انهاء قوائم الانتظار، اذا المريض ما عادش بيحتاج ما عادش بيستنى ان هو يعمل الجراحات بتاعته ايا كانت العمليه، في خلال اسبوعين ثلاثه على طول بيتم توجيهه للمستشفى المتخصصه في الاجراء اللي هو محتاج يعمله. طبعا مبادرات كتير جدا غيرت شكل الصحه في مصر، طبعا من الحاجات اللي احنا لابسينها كاطباء جدا في الفتره دي. ممتاز جدا، أنا بشكرك دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وخبير النظم الصحية. أظهر أحدث مقياس للسياحة الدولية الصادر عن منظمة السياحة العالمية أن الانتعاش السريع للقطاع قد استمر حتى عام 2023 بشكل عام. وصل الوافدون الدوليون ل 80% من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023، وسافر ما يقدر بنحو 235 مليون سائح دوليا في الأشهر الثلاثة الأولى، أي أكثر من ضعف نفس الفترة من عام 2022.
وصلت السياحة إظهار مرونتها، وبتظهر البيانات المنقحة لعام 2022 أنه أكثر من 960 مليون سائح سافروا دولياً العام الماضي، وهذا يعني استرداد 66% من أرقام ما قبل الجائحة. المزيد من الإيضاح بينضم إلينا الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي. أهلا بحضرتك دكتور، ونوضح للمشاهدين أولا أهمية هذا الخبر وأهمية هذه الأرقام والإحصائيات اللي تم نشرها. هل تعافت السياحة دوليا بشكل عام نتيجة هذه الأرقام اللي قلناها؟ طبعا هي في مراحل التعافي بشكل كبير، خاصة بعد جائحة كورونا. كانت السياحة على مستوى العالم والدول المصدرة للسياحة في عطش كبير جدا للسياحة الدولية والتنقل ما بين الدول، حتى برغم علو أسعار الطيران وفي نفس الوقت ارتفاع التضخم على مستوى العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن السياحة زادت بشكل كبير، وحتى في مصر في الربع الأول طبقا للإحصائيات احنا عندنا 30% زيادة تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، فده بيدل على فتح الأسواق. يعني احنا مصر مثلا بتستقبل كل الأسواق، كل دول العالم بتيجي مصر الحمد لله، سواء بقى أمريكا الجنوبية، الصين، الهند، وخاصة الصين فتحت الفترة الماضية. لما بيخرج أعداد كبيرة من السياح بتتوجه للدول، والإشادة بمنطقة الشرق الأوسط وبالذات مثلا مصر كجو طوال العام، فطبعا في زيادة ملحوظة، وممكن نتخطى 2019 هذا العام بإذن الله لو فضلنا بنفس الوتيرة، ونتخطى 13 مليون سائح، وممكن نقرب من 15 مليون سائح، وخاصة أن الدولة وضعت خطط تسويقية بتؤدي إلى أثار إيجابية كبيرة ووفود أعداد كبيرة من السياح، واستهداف كذلك السياح من دول مختلفة، يعني سواء بقى سياحة ثقافية أو شاطئية أو أي نوع من أنواع السياحات. فده دليل كبير على المعدلات، بحيث ان احنا لما بنقول ان في 2022 ان احنا وصلنا ل 10 مليون سايح او 11 مليون سايح، انا اسف، ب 10 مليار 700 مليون دولار، وكنا في 2013 عندنا 13 مليون سايح ب 13 مليار و 600 مليون دولار، فاحنا نقترب، يعني ممكن هذه السنه نتخطى ده. وفي نفس الوقت برغم ارتفاع اسعار تذاكر الطيران او ارتفاع مثلا التضخم، ولكن السياح بيتوجهوا الى الدول وبيتوجهوا اكثر الى الشرق الاوسط لانه في استقرار اكثر من اوروبا، بالذات عشان الحرب الروسيه الاوكرانيه. ممتاز جدا، حضرتك شايف ازاي مصر تقدر تستفيد من هذه الانتعاشه؟ الحقيقه مصر ماشيه في خطه سليمه، وحتى في حوار مجتمعي يتعلق بالسياحه لزياده الاستثمارات السياحيه في مصر لزياده الطاقه الاستيعابيه. مصر الحقيقه الفتره الماضيه يعني مطاراتها زادت او تطورت بشكل كبير لزياده الطاقه الاستيعابيه، الطاقه الفندقيه، ممكن في الفتره القادمه برضو نضم الشقق الفندقيه والاماكن اللي موجوده بكثره في الساحل الشمالي انها تؤجر للسياح برضو مش بس للمصريين. تمتع مصر بالبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر بالنسبه للسياحه الشاطئيه مع تكثيف الدعايه والتسويق لمصر في 365 يوم مثلا لكافه الدول كلهم على حسب مثلا اجازاته هيؤدي الى الانتعاش الكبيره، مع زياده الطيران الشارتر اللي احنا بنقوله، لان مصر حدودها كلها ما ينفعش معاها غير طيران شارتر، ما فيش سياحه تنقل بالاتوبيسات او بالعربيات او بالقطارات، لا بس، ولكن زياده الطيران الخاص والطيران الشارتر وزياده الاستثمار فيه والقطاع الخاص فيه هيؤدي الى انتعاشه كبيره، وخاصه لو بقى في طيران شارتر ما بين مثلا الصين ومصر، طيران شارتر ما بين الهند ومصر، وان احنا نبقى دوله مطاراتها ترانزيت للسياحه الوافده من اوروبا او من اسيا او من امريكا ورايحه لافريقيا بقى، لجنوب افريقيا، لكينيا، للسنغال، الى هذه، لان هم عندهم برضه سياحه سفاري وسياحه الغابات وكده، فاحنا ممكن نبقى ترانزيت، وهتزيد السياحه الفتره القادمه بالشكل ده. واعتقد ان احنا لازم نبتدي نرجع المعرض، او كان بيتعمل معارض دوليه في مصر زمان ايام الاسد كده، لازم يبقى في معرض دولي اسوى بالمعارض الدوليه الاخرى لدعايه الدول اللي هي فيها ارتباطات بالسياحه الى افريقيا، ان هي ممكن تنزل مصر تقضي فتره وبعدين تكمل على افريقيا او الترانزيت او الى اخره يعني.
طيب، وايضا اعتقد انه يجب الاهتمام بكل انواع السياحه، ليست فقط على سبيل المثال السياحه الشاطئيه، لانه مصر الحقيقه من الدول القليله جدا في العالم اللي بتتمتع بكل انواع السياحه موجوده فيها. ما هو طبعا انا بتكلم لان دي النسبه الاكبر، 70% بيفد من كل انحاء العالم الى السياحه الشاطئيه. أيوة. ولكن احنا عندنا طبعا السياحه الثقافيه، يعني احنا بنروج للسياحه الثقافيه لان في دول معينه اللي هي زي ما قلنا اوروبا الغربيه والصين والهند وامريكا اللاتينيه بنروج لها طبعا للسياحه الثقافيه وللمعابد وللاهرامات، وفي نفس الوقت بيبقى في جزء منها سياحه شاطئيه. في عندنا طبعا سياحه اليخوت والسياحه الاستشفائيه والسياحه العلاجيه والسياحه الدينيه بتاعت رحله العائله المقدسه، وفي سياحه البالون، وفي سياحه يعني في انواع كثيره وسياحه اليخوت مهمه جدا طبعا. بيجوا عن طريق البحر الابيض المتوسط ومن عن طريق قناه السويس. طبعا كل انواع السياحات دي بيتم لها التسويق في المعارض الدوليه وفي البورصات الدوليه. كانت لسه بورصه دبي كان فيها تسويق جامد جدا، ومصر كانت حاضره بقوه هناك، وكان في اقبال على الجناح المصري. قبلها كنا في بورصه برلين في المانيا برضو كان في اقبال وتعاقدات كبيره. كل انواع السياحه الحمد لله بتظهر في مصر، سواء سياحه شاطئيه او سياحه ثقافيه، وكل السياح على مستوى العالم منتظرين افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هيبقى له تاثير كبير جدا في جذب مزيد من السياح، وخاصه السياحه الثقافيه التي متوسط انفاقها بيكون اعلى من متوسط انفاق السياحه الشاطئيه بكثير. وطبعا يعني مثلا سياحه اليخوت بيبقى متوسط انفاقه 5 أضعاف السياحه الثقافيه او السياحه الشاطئيه، وهكذا. كل نوع من انواع السياحات بيبقى بيختلف عن الاخر، ولكن بتبقى بنسب مختلفه على حسب اذواق السائح او على حسب الكالتشر او الثقافه بتاعت الدول المختلفه، هل هو بيحب كذا. وطبعا تقديم حوافز زي ما بتقدم مصر ووزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه ووزاره الطيران، تحفيز للطيران الشارتر ودعم الطيران وعمل تخفيضات وتسهيل الحصول على التاشيرات، ده كله بيزود الى الجذب من المزيد من السياحه. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي على هذه المداخلة. فصل قصير ونعود من بعده إلى حوارنا الرئيسي عن تداعيات وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والكاتب الثقافي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، في حوارنا هذا نتحدث عن التطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات هذه الأزمة، خصوصا بعد إعلان بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز توم شادو، وأيضا زيارة الرئيس الأوكراني اليوم إلى إيطاليا وإعلان ألمانيا إمداد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بتقدر قيمتها بحوالي 3 مليار دولار. إذن هل يغير كل هذا من مسار المعارك في أوكرانيا؟ هذا ما نحاول التعرف عليه من خلال هذا الحوار مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الحليم. طيب، يعني زي ما ذكرنا في المقدمة، إعلان ألمانيا إمداد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية كبيرة الحقيقة 3 مليار دولار، وأيضا إمداد بريطانيا بصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا. وحضرتك كنت بتقولي أنه هذا الهجوم المضاد من أوكرانيا قد بدأ بالفعل، كيف ترى الأمر الآن؟ يعني طبعا التدفق المالي والدعم بالسلاح متواصل إلى أوكرانيا. من المعروف طبعا أنه كافة الأنشطة في أوكرانيا، الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية، ممولة. يعني في هناك نوعان من التمويل، تمويل عسكري وتمويل مدني إنجاز التعبير، كل المرتبات كل المعاش، يعني في تكفل. يعني أوكرانيا في كفالة الغرب بالكامل. الرقم الذي ذكرته في المقدمة عن ألمانيا يسانده رقم آخر أعلنته مجموعة الدول السبع، 44 مليار دولار. ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات المقبلة في لقاء تلفزيوني تحدث عن أنه أمريكا زودت أوكرانيا عسكريا وشبه بطريقة عسكرية وشبه عسكرية بما بلغ وصلت إلى 141 مليار دولار. يعني في خداع في الأرقام المعلنة، وهو يرى على طريقة ترامب البيزنسية أنه نحن ندفع في هذه المعركة بأكثر مما نكسب، لأنه أوروبا المعنية في رأيه دفعت ما مجموع 20 مليار دولار،
وهو يقارن بين الشيئين. المهم أنه لم يعد هناك نقاش في أنه هذه الحرب هي حرب غربية ببطاقة أوكرانية أو بقناع أوكراني، وإنها سارية حتى آخر أوكراني. الهجوم المضاد هو شعار اللحظة، الكل يتحدث عنه، من أول الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي يتحدث عن طلب مزيد من السلاح وأنه الهجوم قد يتأخر وإلى آخره، إلى وزير دفاعه الذي يتحدث عن أنه ليس لدينا استعداد كامل، وأن الدول الغربية تحمل فكرة الهجوم المضاد فوق ما يحتمل. طبعا القياس في أذهان كل هؤلاء ينطلق من منظورين. منظور أول أنه هناك إمكانية لتكرار ما جرى في أواخر الصيف أوائل الخريف الماضي من هجوم أوكراني على خاركيف، ثم بانسحاب روسي من الضفة الغربية لنهر الدنيبرو. طبعا فكرة إمكانية تكرار ذلك لا تبدو كبيرة، وهناك مجسات، بمعنى ما قلته في المقدمة مثلا عن تزويد بريطانيا لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، هذا الكلام قديم، يعني أوكرانيا تسلمت هذه الصواريخ من حوالي شهر أو أكثر، ثم استخدمتها اليوم في هجوم على لوغانسك. يعني في هجوم جرى على لوغانسك، مدينة لوغانسك اللي هي عاصمة جمهورية أو مقاطعة لوغانسك اليوم، وهاجمت بها أهدافا مدنية ومصنعا هناك. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرتين، واحدة من طراز سوخوي 24 وواحدة من طراز ميج 29 أوكرانيتين، ضربت هذه المناطق بصواريخ ستورم شادو. الستورم شادو الكلام عن أنه في أن أوكرانيا من وقت طويل طالبت بصواريخ بعيدة المدى، لكن أنا أريد أن أوضح هنا شيئين. واحد، أنه المدى المفترض لهذه الصواريخ بيتراوح في تقديرات الخبراء العسكريين على الجانبين سواء الروسي أو الغربي من 300 ربما إلى 600 كيلو متر. هذا معناه أنه بوسع أوكرانيا نظريا أن تقصف شبه جزيرة القرم أو أن تقصف العمق الروسي، وقد تكرر ذلك حتى بدون الحاجة إلى ستورم شادو في بطائرات المسيرة السوفيتية القديمة اللي هي توبوليف 141. فليس في الأمر جديد في تقديري من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة. التقديرات الغربية تقول أنها زودت أوكرانيا ب 600 نوع من الأسلحة المتقدمة، ومن ثم فإنها تريد استحاء لما جرى في العام الماضي من أوكرانيا أن تفعل شيئا، لأنه نحن قدمنا كل ما يمكن تقديمه. إذا ما الذي يؤخر أوكرانيا إذا كان كل هذا تم تقديمه إليها؟ الذي يؤخر أوكرانيا أن ساحة الجبهة اختلفت. كيف اختلفت؟ اختلفت بمعنى أن الروس منذ تولي سيرجي سوروفكين القيادة في إعادة تنظيم القوات وإعادة تنظيم خطوط الدفاع وكذا. اثنين، أن الروس يركزون الآن ومن فترة طويلة على بناء خطوط دفاع قوية في تصورهم أنه لا يمكن اختراق. أيضا الروس يسعون لتوجيه الهجوم الأوكراني. بمعنى إيه؟ يعني هناك جبهة أكثر من 1000 كيلومتر، وهناك توقعات على الجانبين من أين يبدأ هذا الهجوم الموعود الذي تتدحرج مواعيده. كان اسمه الهجوم الربيع، طبعا لم يعد ممكن تسميته هجوم الربيع الآن. كلام أنه بعد أسابيع، بعد أيام، بعد كذا أصبح اسمه الهجوم المضاد الشاهد، فهو بقى اسمه الهجوم المعلق. ده هجوم معلق، مش ليس هجوم مضاد، فهو هجوم معلق. إذا جرى أنا تقديري أنه لن تكون له هذه النتائج التي يرغب بها الغربيون من وراء الأوكران ولا الأوكران ذاتهم. وأعتقد أنه هو الأفضل تسميته هجوم الفرصة الأخيرة. لذلك لا تتعجل أوكرانيا خوفا من محدودية النتائج أو ارتداد النتائج عليها، ثم أن الروس يتربصون بالأمر. خذ عندك مثلا الخلاف الذي جرى بين جماعة فاجنر والجيش الروسي والتصريحات الشديدة الاستفزازية التي يدلي بها بريزوزين
في عن الجيش ووزارة الدفاع وإلى آخره. أنا تقديري لا يزال أن هذه جزء من ألعاب الخداع والحرب النفسي. يعني الأثر العسكري أن الروس يريدون جلب القوة الرئيسية في الهجوم المتوقع إلى منطقة بخمت. طبعا الأوكران يعلنون أنهم حرروا مناطق وبتاع، لكن حين تدقق في البيانات الأوكرانية يقولون لك أننا حققنا تقدما حول بخمت أو بالقرب من بخمت. ووقع الأمر أن هذه المنطقة التي يشيرون إليها هي الطريق من بخمت إلى تشيسفيار، يعني 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 لأنه يمكن عمليا يعني بخمت أصبحت قصة منتهية. وطبعا مراوحات بيرجزين من في إعلاناته من أنا هنسحب مش هنسحب، هسلم لقوات بخمت الشاشانية مش هسلم، هفضل إلى آخره. أنا أعتقد أنه هذا جزء من ألعاب الخداع، لكن في الجوهر يراد بالخداع جلب القوات الأوكرانية إلى هذه الجبهة. هل هذا الخداع هو سبب عدم رد وزارة الدفاع الروسية على هذه التصريحات؟ من الملاحظ أن وزارة الدفاع الروسية لا ترد، يعني بتتعامل مع تصريحاته قائد فاجنر باعتبارها يعني كأنها لم تكن، يعني مما يثبت اتفاق الطرفين. ال 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 الشيء الآخر، بل أن تصريحاته كان فيها إيحاءات حين تحدث عن الجد الكبير وقيل أنه يقصد بوتين نفسه. يعني طبعا يعني هذا أمر لا يمكن تخيله، انتقاله من شتم المباشر والسب لوزير الدفاع ورئيس الأركان إلى إيحاءات بأنه يهاجم بوتين نفسه أو كلام أنهم يخدعون بوتين. أعتقد أنه هذا أمر يعني خداع مكشوف، وبدأت حتى الدوائر الأوكرانية تتشكك في قوة الإيحاءات المفترضة من هذا الهجوم المتكرر. لكن أنا تقديري أنهم يريدون جذب أكبر عدد من القوات الأوكرانية إلى هذه النقطة بالذات اللي هي منطقة المرتفعات غرب بخمت في الطريق إلى تشاسفيار. ده تقدير الهدف العسكري فوق الحرب النفسية وحرب الأعصاب. ولكن بالتأكيد أيضا أوكرانيا تعرف ذلك. أوكرانيا طبعا بدأت تدرك ذلك، وإن تكن لعبة تصديق قائد فاجنر مغرية، لأنه الإعلام الغربي يركز عليها جدا. أيوه. أوكرانيا إيحاءاتها أصلا خلفية غربية. المحصلة أن أي هجوم أوكراني، سواء صدقنا ما يقال من الدوائر الروسية أنه بدأ بالفعل أو أنه سيتأخر خلال هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه، أنا أعتقد أنه ليس مرشحا لتحقيق أي تقدم ذي مغزى. يعني يمكن تحصل اختراقات في بعض المناطق لكنها مرتد. تقديري وأنا قلت من قبل وهو ليس من باب المعلومات، لكن من باب تقدير صمت الروس في أوقات كثيرة عما يجري على الجبل، هم ينتظرون هذا الهجوم أيا ما كانت تسميته لكي يمكنهم استيعابه ثم قيادة هجمة معاكسة على نطاق أوسع. يبدأ يعني هم لا يريدون البدء، لا يريدون، هم يريدون، لأنه من المعروف في العلوم العسكرية أن المهاجم خسائره أضعاف خسائر المدافع، فهم يريدون أن يقوم بدور المدافع ثم يقودون هجمة معاكسة بعد استيعاب الهجوم الأوكراني المنتظر، لأنه في عوائق ضخمة، بس ليس فقط اتساع الجبهة، أيضا نهر دينيبرو. نهر دينيبرو الوضع في دونيتسك ولوغانسك، طبعا دول الاثنين اسمهم الدونباس، لا نخش فيهما عند الروس، خاصة في المنطقة المتبقية وهي حوالي 30% من دونيتسك اللي هي شاملة لكراماتورسك وسلافيانسك وعدد من البلدات الكثيرة حولهم. ده الهدف المباشر. في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا شرق نهر دينيبرو. الكلام أنه سنحرر شبه جزيرة القرم وكذا، في فرق هائل بين أن تكون بمقدورك شن هجمات أو أن هذه الهجمات تقودك إلى تحرير، أرضي يعني بري. هذا كلام آخر، يغفل أيضا عن أشياء أخرى. يعني في وقت من الأوقات
كان شعار الهجوم الخريف الماضي حاجة اسمها هايمرس، رجمات صواريخ هايمرس. الأمريكيون أنفسهم يقرون الآن بأنه صواريخ هايمرس أبطلها الروس بنوع خاص من التشويش على طرق عملها، ويبحثون عن طريقة لإعادة تنشيطها. الجانب المهم أيضا أن الآخرين يقرون بصلابة نظم الدفاع الجوي الروسية. لا يعني حدث هنا أو هناك أعد فالتذكير أنه الطائرتين أن الطائرتين المسيرتين اللتان هاجمتا الكريملين في النهاية، رغم أنهما على الأغلب أطلقتا من موسكو ذاتها، لكن في النهاية ماذا جرى لهما؟ تم التقاطهما وابطلهما. يعني هي بس الذي حدث مس بهيبة الكريملين كرمز لسيادة الإمبراطورية الروسية، وليس يعني الأثار، لم تحدث أي أثار. في النهاية نظام الدفاع الجوي المعقد حتى هاتين الطائرتين على ارتفاع منخفض التقطهما. طيب حضرتك ذكرت أنه الغرب يضغط على أوكرانيا لبدء هذا الهجوم بعد كل هذه المساعدات التي قدمت لأوكرانيا سواء عسكريا أو حتى مساعدة الاقتصاد، لكن هل ترضخ أوكرانيا لهذا الضغط وبالفعل تشرع في هجوم هي لا تعرف إذا كانت هتكسبه أم لا؟ أوكرانيا في تقديري لا تريد الهجوم الآن، لكنها مضطرة لأن تفعلها تحت الضغط الغربي. وأنا تقديري أنه ليس فقط الصواريخ بعيدة المدى، قد تحصل أوكرانيا على وعد على الأقل بF-16، لأنه لما تراقب الامتناعات أيام الدبابات لن نزود أوكرانيا بالدبابات ثم نزودها بعد ذلك، عاوزين ألمانيا كذا كذا. ألمانيا النهاردة بتقول لك هتعمل مصنع لبناء دبابات ليوبارد في أوكرانيا وإصلاحها وكذا. صحيح. وطبعا إبرامز وغيرها وغيرها وتشالنجر البريطانية وغيرها. إنما مما يؤكد أنه F-16 في طريقه إلى أوكرانيا، مما يؤكد أنه إحاء أن تعطي أمريكا F-16 وارد. إيه الفكرة في دفع أمريكا بالذات، رغم أنه قائد الأركان الأمريكية أكد أكثر من مرة علنا أنه ليس دعك من مما أتى في الوثائق السرية المشربة، أكد أنه ليس بوسع أوكرانيا استعادة كل هذه المناطق خلال أي هجوم مضاد. النقطة المهمة، لماذا يضغطون الآن؟ خاصة لماذا يضغط الأمريكيون؟ يضغطون لأنه ببساطة عندهم حملة انتخابية ستبدأ في نوفمبر، يريد بايدن أن يحقق شيئا في أوكرانيا أو أن ينفض يداه من أوكرانيا تماما قبل أن يدخل في عمل الانتخابات الرئاسية ومعاركه، خاصة في ضوء مشكلات أخرى. وجود ترامب على الجانب الآخر الذي يتحدث على طريقته أنه قادر على إنهاء هذه الحرب في 24 ساعة وكذا، وطبعا قادر على إنهاء الحرب على طريقة أنه يعطي الروس ما يريدون وإلى آخره. الفكرة الثانية أنه كيسينجر وهو يحتفل بعيده المئة عيد ميلاده المئة، أجريت معاه لقاءات تلفزيونية قال فيها أنه توقع نقطة تحول هامة في حرب أوكرانيا، ودعا إلى يقصد الانتخابات؟ لا الأمريكية. نقطة تحول هامة في أوكرانيا في الحرب من نفسها يكسب الانتخابات، ثم دعا ربط هذا الكلام بقبول المبادرة الصينية للسلام وضرورة عدم التورط في حرب باردة أكثر خطورة هذه المرة من الحرب الباردة القديمة مع الصين بالذات. ثم أنه كافة التحولات في الأطر الأخرى، يعني على سبيل المثال أمريكا، نيوزويك، مجلة نيوزويك مش الأسبوعية، اتكلمت عن أنه أمريكا إلى الآن تشتري الوقود النووي الروسي. صحيح. والوقود النووي الروسي مش أرخص، هو أرخص وأكثر جودة في تقدير الأمريكيين، ويقولون أن هناك بنى تحتية وتكنولوجيا أفضل في روسيا عن الدول الأخرى التي تنتج الوقود النووي من خارج أمريكا كالصين وفرنسا وكندا وغيرها. أيوة. هنا في النهاية في تشققات في الجدار، هذه التشققات تقديري ستتكاثر وتحدث شرخا مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالتأكيد. لأنه كما تعرف أوروبا ليس بيدها شيء سوى أن تطيع أمريكا، كما أن أوكرانيا ليس بيدها شيء سوى أن تطيع أمريكا وأوروبا. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث الأخبار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.